وحقيقة هذه في تحدي كبير، إنه الشباب دائما يقولون لازم تبدأ برأس مال، أو إذا يبغى التجارة يقول لازم يكون عندي رأس مال. أنا أقول في طريقة أسميها الباب الخلفي للتجارة، وهي اللي بنمر عليها اليوم، بعض أسرار التجارة لمن لا يملكون رأس مال. يا سلام يا سلام. اليوم في ظل العلاقات، في ظل النت، في ظل التعليم، في ظل الأسرار هذه الجميلة في التجارة، بكل صدق ليس تمثيل وليس مثالية، وليس إنك ممكن تدخل التجارة وتصبح رجل أعمال بمجموعة من الأسرار اللي كثير من رجال الأعمال قاموا فيها. بس يا دكتور خلينا، أو أبو عبد الله مثل ما قلت، أبو عبد الله ترى بيفتح آخر 20 دقيقة استشارات لكم. سعد عنده منتج، من بعد الزهير عنده منتج، من بعد راشد عنده منتج، واللي ما عنده منتج راح يصنع المنتج هنا، لأن راح يربط ما بين الإعلام والتسويق والمنتجات وطريقة تسويقها. نود أنك تكشف لنا، مو اللعبة، تكشف لنا الأسرار كلها يا أبو عبد الله. جميل، ولا المشاهد. جميل. أول شيء بنمر سريع كذا على الأسرار يا شباب بخفة كذا. أول شيء نقول إيش تمنحك التجارة؟ التجارة إيش تعطينا يا شباب؟ بالضبط تعطينا الثروة. افتحوا لنا الشاشة يا عمرو، الله يسعدك. يا سلام. ممتاز. شوف يا شباب، ماذا تمنحك التجارة؟ التجارة تعطيك الثروة أول شيء، تعطيك الحرية والاستقلالية زي ما قلنا، أكثر أنت حر، تعطيك السعادة. دائما رجل الأعمال يحس أنه أكثر ثقة بنفسه، أكثر سعادة، أكثر حرية، أكثر، ولكن أيضا الموظف له نصيب من السعادة والحرية. التجارة تعطيك الخير والصدقة ونفع الناس، رأس مالك كثير، فتقدر تتصدق، تقدر تهدي لأهلك، تقدر تهدي لجماعتك، تقدر يعني تصير من أصحاب علوم الرجال. علوم الرجال تعطيك إياها بإذن الله التجارة. التجارة تعطيك صنع المستقبل، أنت ممكن تفتح شركة، ممكن تغير البلد، ممكن تنفع الناس، ممكن توظف سعوديين، ممكن تكون مورد، ممكن تفتح مصنع، وبالتالي تكون لها دور في هذا. التجارة أيضا تعطيك توكل والثقة بالله. دائما التاجر قريب من الله، يخاف دائما، قريب ويدعو آخر الليل يقول يا ربي ها، لأن غير توكل الموظف اللي ضامن تقريبا بنسبة 90% الراتب. التجارة تعطيك عقلية صحية، دائما التجار سفر وروحة وجية وكذا، وبالتالي تعطيهم أكثر. ولذلك احنا دائما ننصح حتى لو كنت موظف انك تبدأ ب 10% 15% 20% من وقتك وجهدك تبدأ تتعلم التجارة، سواء بديت الآن أو بديت بعد 10 سنوات بإذن الله تبي تكون تاجر. يا سلام. طيب.